لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً. خيارات تلات لقاضي التحقيق بالمحكمة الإسبانية وفعاليات تعتبره إفلاساً من العقاب. أصدر قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا سانتياغو أمس الثلاثاء ثلاث قرارات بشأن زعيم البوليزاريو إبراهيم الغالي الموجود حالياً بمستشفى لوغرينيو شمال إسبانيا، ويواجه شكوى بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث القرار الأول يتعلق برفض طلب الاعتقال المدعو إبراهيم الغالي الذي تسبب استضافته في مستشفى إسباني لتلقي العلاج منذ الشهر الماضي في إثارة غضب المغرب. والقرار الثاني هو إخطار زعيم جبهة البوليزاريو بشكوى الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي أعاد القاضي بيدراز فتحها قبل أيام قليلة، وتحديدا بعد تلقي تأكيد من الشرطة بإدخاله مستشفى لوغرينيو. أما القرار الثالث فيمثل في مطالبة إدارة مستشفى لوغرينيو الذي يوجد به غالي بالتحضير لعقد مؤتمر بالفيديو، وذلك في حالة بقي المتهم في مكانه ولم يتمكن المحققون من إحضاره شخصيا للمثول أمام المحكمة الثلاثاء المقبل. وفي تصريح لمصدر قناة بن مغوف، هذه الخيارات لا يمكن أن تكون بسبب أن المتهم ليس مخيرا في طرق استجوابه، وخاصة في مثل التهم التي تواجهه، وليس له الخيار سوى الامتثال. وأضاف السارق في اتصال هاتفي لمصدر بن مغوك، هذه محاولة للتملص من معاقبته وإيجاد حلول لعودته للجزائر بدون محاكمة. قناة بن مغوك في انتظار تعاليقكم متابعينا الكرام.